ولطاقم العمل بك ولكل مستمعي قناة النهار من المغير وربوع الوطن من الجزائر الحبيب. بناء على ما قدمه زميلكم بهذا التقرير وبأمر من سيد ولي الولاية عقدت جلسة عمل المجلس التنفيذي وأصديت فيه جملة من التعليمات، وخاصة وتعلق الأمر بتكفل التام بظروف وانشغالات المواطنين، وخاصة ما تعلق بتمدرس التلاميذ. أما بما جاء في هذا التقرير فإن قرية البرقاجية هي قرية تابعة لبلدية المغير الأم، يتمدرس بها 61 تلميذ يتمدرسون على مستوى مقر البلدية، حيث تم توزيعهم على المؤسسات التربوية التي تحتوي على أنصاف داخلية، كما يتم نقلهم بواسطة حافلتين. الحافلة الأولى تم اقتناعهم بأن المنطقة صنفت منطقة فيل، وحافلة أخرى من حظيرة البلدية. كما تم وبناء على مؤشرات تم تسجيل بناء مجمع مدرسي صنف واحد الذي ستنطلق فيه الأشغال إن شاء الله، اللي سيتم فتحه إن شاء الله في الموسم الدراسي القادم لفك إن شاء الله عناء التنقل التلاميذ. وبما أن هذه القرية تعتبر من القرى النائية فإنها تم تنشيط فيها عدة مشاريع، منها مشاريع ما تعلق بالجانب الاجتماعي، وفيها مشاريع ما تعلق بفك العزلة واستقرار المواطنين من إنجاز شبكة التطهير، تزويد القرية بالكهرباء، قاعة علاج، توفير الماء الصالح للشرب في إطار الأشغال العمومية، تهيئة الطريق القويرة على مسافة 9 كيلومتر، تكسية الطريق النبش على مسافة 6 كيلومتر. بخصوص المشاريع الفلاحية 26 كيلومتر مسالك فلاحية و3.5 كيلومتر ريفية، واستفادت كذلك المستثمرات الفلاحية بعدد 73 مستثمرة بالكهرباء. جيد سيد نصر الدين مدير التربية، كيف سيتم التكفل بوضعية هذين الطفلين؟ بالنسبة لهذين الطفلين كما قلت فإن التنقل أن العدد التلاميذ أن 61 كان تم التكفل بهم هو باقتناء الحافلات، والحافلات راهي تنقل في التلاميذ. كما تم استفادة هؤلاء التلاميذ وخاصة الضعفاء من منحة التمدرس، كذلك من الحقيبة المدرسية، مجانية الإطعام في التعليم الابتدائي، وكذلك مجانية الإطعام في التعليم المتوسط. جيد سيد نصر الدين، فقط نقطة أخرى، أنه هذين الطفلين يعني لم يتمكنا من الدراسة، لو نعرف الأسباب. والله إن ربما في بعض الأسباب، وأنت تعرف أنها في المنطقة هذه فيه بعض الأولياء اللي حقيقة اللي ما زالوا يحرمون أولادهم من الدراسة، وخاصة ما تعلق بالعنصر النسوي، خاصة ما تعلق بالعنصر النسوي نظرا لبعد المسافة وخوفا عليهم من الاختلاط وما شابه ذلك. فقط بالنسبة للطفلين نركز عليهم قليلا، يعني بعد بث التقرير هل تحركت مصالحكم والمصالح الأخرى، نتكلم عن الولاية ربما البلدية أو الدائرة، من أجل إدماجهم داخل المدارس؟ نعم لقد كما قلت أولا أن بناء بأمر من سيد الولي الولاية أنها تم عقد جلسة عمل، وتم إصدار مجموعة من التوصيات، ومن أهم التوصيات هو تمدرس هؤلاء التلاميذ مثلهم وفي باقي المناطق النائية. جيد، متى سيلتحقون بأقسامهم سيدي الكريم؟ سيلتحقون إن شاء الله خلال الأسبوع القادم إن شاء الله. إن شاء الله. فقط أسباب كثيرة يعني نتكلم بصفة عامة، أسباب كثيرة تحرم الكثير من الأطفال من التواجد داخل الأقسام داخل مقاعد الدراسة، ويعني من بين هذه الأمام المناطق النائية بولاية المغير. هل تم تسجيل حالات مماثلة مثل هذه؟ من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لابد أن في هذا ما دام فتحت لنا الفرصة أن لابد أن نثمن مجهود الدولة الجزائرية، وخاصة التعليمات الأخيرة ما تعلق بالجانب تمدرس التلاميذ، حيث أن الولاية
لم تسجل حالة من هذه الحالات، حيث أن توفير النقل على مستوى جميع البلديات، توفير الإطعام في جميع المؤسسات التربوية، كما تم تسجيل مجموعة من المشاريع لفك العزلة وكذلك الضغط للتلاميذ، حيث نسجل 10 مجمعات مدرسية، 7 متوسطات، 4 ثانويات، تعميم المطاعم المدرسية في كل المدارس الابتدائية، وكذلك هياكل دعم أخرى. نعم جيد، المسؤولية هنا مسؤولية جماعية، نتكلم عن مسؤولية الولاية، نتكلم عن البلدية، نتكلم عن الدائرة، نتكلم كذلك حتى عن المجتمع المدني والأهل الذين يساهمون بنسبة كبيرة. يعني ما هي يعني كيف أو كيف تجابهون مثل هذه الظواهر؟ في الحقيقة احنا لم نسجل أي ظاهرة من هذه الظواهر، وهذا راجع لما تقدمه البلديات والدوائر من مساعدة وتوفير الظروف الحسنة لمدرسة التلاميذ من الإطعام والنقل، حيث يصل أن في بعض الأحيان أن الحافلة تنقل تلميذا واحدا إلى القرى. نعم جيد، نتمنى أن يلتحق من هذين التلميذين أن يلتحق خلال الأسبوع القادم إن شاء الله بمقاعد الدراسة. سيد نصر الدين عطلة مدير التربية لولاية المغير، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. ننتقل إلى